بفرحة مشتركة تغمر القلوب، نحتفل بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي بتغطية خاصة ومباشرة في صباح الخير يا عرب. نشارك فيها دولة الإمارات العربية هذا اليوم المميز بلقاءات تنقل فعاليات هذه المناسبة والإنجازات على مختلف الأصعدة. ضيوف من كل الفئات والمجالات وتقارير حول الأعمال والحرف والإبداعات وحول إنجازات المرأة الإماراتية. رافقونا في هذه التغطية الخاصة بين دبي، أبوظبي والسعودية، وعزكم عزنا. صباح الخير يا عرب في تغطية خاصة الأحد 11 بتوقيت السعودية على MBC1.